ونبدأ أول أخبارنا في تويتر بتصدر خبر المواطن الباكستاني نواز أختر الذي عبر عن حبه لولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر وضع صورته ورسمها على شاحنته الخاصة، ونشر الحساب الرسمي للسفارة السعودية في باكستان صور لتكريم المواطن من قبل سفير المملكة في باكستان الأستاذ نواف المالكي. هم تي سي مهبد كارتهي محمد.